يا سيدي 30 يوم عدي اهو ولا حتينا بالشهر والله. اه والله العظيم طلع. شوف يا جدع سبحان الله زي ما يكون من يومين لما قال لك رمضان بكره. انت عارف الشياطين خلاص رجع، انا لسه شايف شيطان معدي طالع فوق دلوقتي. ما كل واحد هيشوف شغله خلاص بقى. كل سنه وانت طيب. طيب يا جمايكا والله شهر كريم عليك. مين عليك يا رب؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اتفضل يا جرامي. بقول لك يا عم سقدوت ثانيه واحده عايزك. ايوه هذا يا جرامي. صليت العشاء ولا لسه؟ الحمد لله الحمد لله تمام. انا عايز اروح اصلي العشاء. اوه وهديك الورقه دي. لا ملوش لزوم والله ملوش لزوم لسه لا. ايه ده لسه في العيد الكلام ده؟ انا عايز شويه طلبات يا سوق. طلبات ماشي اتفضل. امسك دول كمان. تمام هروح اصلي العشاء واجي الاقي الطلبات دي كلها معاك مفيش طلب ناقص. لا من انا الاثنين يا حجرام هوت البطن بطيخة صفر حبيبي يا دودو. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم. يا ابو كف رقيق والصغير وعين فنان. مش عندها دم ولا احساس ولا خيشه ولا اي حاجه. الواحد ليش خالص والله. مالك يا عم سقدت قلب وشك وشايل طاجن ستك على دماغك ليه يا عم؟ بلا طاجن بلا زفت يا عم. الراجل اللي ما عندوش دم الفلاتي بقيت نجيب له بيره وبفره وبلا ازرق على دماغه. ايه ده يعني الشنطه دي فيها بيره يا عم؟ انا بتكلم فيه وانت بتتكلم فيه انت كمان هاجر. ايه يا عم طيب انت ايه اللي مزعلك يعني؟ ايه يعني ده شغلك اعمله وخلاص. احنا مالنا اللي مزعلني ازاي يا جدع انت؟ احنا لسه خارجين من رمضان. خارجين من رمضان الشهر الكريم اللي المفروض الواحد يخرج قلبه نظيف قلبه طاهر. عندك سمو روهاني. عندك عندك سمو ايه يعني؟ ايه دي سمو روهاني؟ انك تحس ان قلبك طاير وروحك طايره وتحس ان انت طاير. طاير ايه يا عم جو العصافير ده؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ ده شغلك اعمل شغلك وخلاص مالناش دعوه. استغفر الله العظيم يا رب. طب معلش هتيبك معايا يا جمايك الله يكرمك تاخد الشنط معايا وتوديها فوق وتديها له انت علشان انا مش طايق نبص في وشه خالص. ولا تزعل نفسك يا سيدي. فين شنطه البيره؟ امسك شنطه الزفته. هات يا عم احنا نطلع له الحاجه من سكات نديها له على الباب ونمشي على طول. وما هنخش كمان نصب له البيره ونهدر له المزه ولا ايه؟ يا جدع بقول لك ما استناش الشهر رمضان لما يعدي. رمضان اللي كله روهانيات كله سمو روهاني. برضه هتقولي تاني سمو روهاني؟ ايه سمو روهاني دي؟ يا اما انا قلت لك بقول لك بتحس ان انت طاير طاير. ايه اخبار السمو الروهاني والطيران؟ ما هو برضه ده طيران يا مغفل. Thank you.